انا غاده كفايه، اونر غاده كفايه بازار ومؤسس جروب ليدز فيرست. انا وثلاثه ادمنز تانيين، كل واحد ناجح جدا جدا في مجاله. الجروب عليه اكتر من 100,000 ست وبنت في دمياط، فاحنا تقريبا في كل بيت في دمياط. البازار كل المجالات، ناس كتيره جدا، اي حد هيجي في بالك في اي مجال هو موجود، بيبقى موجود معانا ومتاح ان هو يكون موجود معانا. بيع وشراء، يعني ناس بتعرض شغلها على بارتيشن، هاند، ناس هاند ميد، محلات هدوم، اكسسوارز، اي حاجه. بياخد بارتيشن، بيأجر بارتيشن وبيعرض عليها حاجته وبيبقى معانا. في ناس كتيره جدا بتبقى عمرها ما نزلت ولا اوبن دايز ولا بازارات ولا اي حاجه، اشتركت معايا لاول مره في حياتهم، اشتركت معايا. فاي حد بيجي مش عارف يروح فين او هيعمل ايه او كده بيكلمني وانا بوجهه، بنشوف هنعمل ايه مع بعض يعني. وحصلت مليون مره. احنا عاملين هدايا كتيره جدا، من اكتر المرات اللي فيها هدايا في البازار المره دي. البازار نفسه مقدم هدايا وكمان المشتركين، فالمشتركين عندهم بسخ جامد المره دي في خصومات وفي هدايا وحاجات كتيره يعني. قدمنا حاجات امبارح، احنا يومين، كان الخميس والجمعه، قدمنا حاجات كتيره امبارح والنهارده كمان لسه في حاجات كتير. من ناحيه ان انا متجوزه، لا ما عنديش اي مشكله، لان هو بصراحه داعم كبير جدا لاي حاجه مدخوله يعني. انا قبل كده كنت في مجال تاني وبرده كان هو داعم كبير قوي. فبالنسبه لنقطه ان انا متجوزه، ما فيش فيها مشاكل خالص الحمد لله. هقول لك على حاجه، انا كشخص، وده مش على كل الستات، في ستات ناجحه جدا في شغلها وبتشتغل كل يوم وعارفه توازن القصه دي. انا ما عرفتش اوازن القصه دي قوي، ان انا ابقى بشتغل كل يوم او حاجه ثابته وفي نفس الوقت اخد بالي من الولاد والبيت والحاجات دي. فبالنسبه للبازار هو يومين كل شهر، في ترتيبات بتحصل بس وانا موجوده في البيت، لكن الوقت اللي انا بخرجه مثلا بدون الولاد وكده او الشغل، يعني هنعتبره شغل، فهو يومين في الشهر بس. لا، احنا اول بازار في دمياط، يعني ما كانش فيه بازارات قبل كده في دمياط خالص. ممكن الفكره منتشره اكتر في القاهره واسكندريه وكده، لكن في دمياط ما كانش فيه بازارات قبل غاده كفايه بازار، ما كانش فيه بازار، كان الفكره اوبن دايز. فاغلب الاوبن دايز اغلب الوقت كان بينزل ستات وبنات وكده. فلما عملنا البازار اول مره يشترك ولد، الدنيا الناس كانت مستغربه الفكره شويه، بس مره في مره بقى شباب كتير جدا بيشتركوا معانا. It's never too late، يعني خلاص انت فكرتي ان انت عايزه تجربي المجال ده، جربيه. جربيه حتى لو قلقانه من خساره، حتى لو كانت ماديه ما فيهاش حاجه يعني، عشان ما بعد كده ما تندميش ان انت ما عملتيش كده. فاللي يجي في باله اي فكره وحاسس ان هو ممكن ينجح فيها يعملها. نجح الحمد لله، ما نجحش يبقى عارف ان ده مش مجاله ويفكر في حاجه تانيه.